يعني هو هذا التعبير أنه يأتي بدين جديد لم يرد في الروايات أصلا، يعني ما عندنا ولا رواية واحدة تقول أنه يأتي بدين جديد، وإنما هذا كلام يتردد على الألسنة. مرادي اللفظ، يعني هذه اللفظة يأتي بدين جديد ليست موجودة في الروايات على حد علمي. ما أتذكر أن رواية جاء فيها هذا التعبير أنه يأتي بدين جديد، لكن ورد في الروايات أنه يأتي بأمر جديد، يأتي بكتاب جديد، يأتي بالمثال المستأنف. والمثال المستأنف مثال يعني دستور، يعني أنموذج، مثل ما الآن يقال الدستور، المثال هو الأنموذج. مستأنف يعني جديد، يعني لم يكن الناس قد عهدوه، لم يكن الناس قد قرأوه، قد اطلعوا عليه، فإنه يأتينا بالمثال المستأنف. بالنتيجة هو هذا دين جديد يعني، لكن أنا أحببت أن أشير إلى فقط هذه القضية، الجهة اللفظية. وبالنتيجة لما يأتي بكتاب جديد وأمر جديد ويأتينا بالمثال المستأنف، بالنتيجة هو هذا دين جديد. فتعليقي كان بالنسبة للكلمة، وإلا المضمون هو هذا. هذا مسلم يعني، بغض النظر عن هذه الروايات التي تحدثت عن كتاب جديد وعن مثال مستأنف وعن أمر جديد، حتى لو لم تكن هذه الروايات بين أيدينا، إذا أردنا أن ندرس المشروع المهدوي ووفقا للمعطيات الناقصة بين أيدينا، قطعا سيأتي الإمام ببرنامج جديد يختلف اختلافا كبيرا عما هو بين أيدينا. هذا شيء مسلم، هذا شيء مسلم. هذا الكلام الذي يردده بعض المعممين من أن الدين الإسلامي لحقت به بعض الأشياء، وأن الإمام حينما يأتي سيصحح هذه الأشياء التي لحقت بهذا الدين، هذا مصدره شيء واحد، مصدره ثقافة تشربت في الواقع الشيعي من أن الإمام المعصوم ليس مشرعا، من أن الإمام المعصوم هو ناقل للحديث عن النبي فقط. وهذه الفكرة بالمناسبة يتمسك بها الكثير من كبار العلماء، من أن الإمام المعصوم هو ناقل لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله فقط. نشأت هذه الفكرة في جو عقائدي شيعي هزيل إلى غاية كبيرة، مع تأثر واضح بالفكر المخالف وخوف شديد من أن يقولوا كذا وكذا. هذا هاجس الخوف الذي يسيطر على العقل الشيعي الجمعي، فدائما الشيعة في حالة خوف وحيرة واستفسار، فماذا سيقولون عنا؟ ماذا سنقول لهم؟ أنا سأقبل هذا إذا كان الطرف المقابل أيضا يقوم بهذا الأمر. فهل السني يفكر هكذا فيقول فماذا سيقول الشيعة عنا وماذا سنجيب الشيعة؟ لا يبالون بنا، فلماذا نبالي بهم؟ هم لا يعبؤون بنا، فلماذا نعبأ بهم؟ هذا الهاجس والخوف الذي يسيطر وعلى عقول المراجع والعلماء الكبار بالدرجة الأولى، وانتقل عن طريق العدوى الصنمية إلى بقية الشيعة. هذا الهاجس واضح
في كتب العلماء وفي كلماتهم وبياناتهم، فنلاحظهم يحاولون انتقاء الكلمات انتقاء شديدا، إذا ما أرادوا أن يتحدثوا في موضوع معين يمكن للمخالفين أن يثيروا عليه إشكالا. ألا تلاحظون في الأحاديث التي تكون في الفضائيات وحتى على مواقع الإنترنت، حينما تكون هناك نقاشات بين سني وشيعي، بين مجموعة من السنة ومجموعة من الشيعة، أول ما يبدأ النقاش أول شيء يقوم به الشيعي يتنازل عن كتبه، أول شيء أول ما يبدأ يقول نحن ما عندنا كتاب صحيح، لا نقول بكتاب إلا كتاب الله، بينما السني يبدأ بتوثيق كتاب البخاري ومسلم، يقول الكتاب الصحيح هو القرآن وبعد القرآن البخاري ومسلم، وبعد ذلك يدخل الشيعي في نقاش مع السني فلا يستدل برواياته بالروايات الشيعية، لأنه أساسا من البداية هو أسقطها، والسني أساسا لا يؤمن بها، فيذهب إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم، يأتي بروايات هي محرفة ومفلترة ومبسترة، وقد جرت عليها مئات الطرق من التغيير والتبديل والتلوين، يحاول أن يجد في ثناياها شيئا يثبت به شيئا من عقيدته الشيعية، فلما يتحدث بهذا الحديث يرد عليه هذا السني يقول له هذه أحاديثنا وأنت ما تفهمها معناها هكذا. ولذا ما تجد شيعيا يتغلب على سني في النقاش، لأن الشيعية من البداية يتنازل عن أسلحته، إما أن يتمسك بكتابه هو الشيعي مثل ما يتمسك السني، فيطرح السني أحاديث كتبه ويطرح الشيعي أحاديث كتبه، وإما أن تلغى الكتب جميعا من الطرفين ويكون النقاش وفقا للقرآن ووفقا للعقل وينتهي الكلام، لكن الشيعي لا يفعل هذا، من البداية تنازل، وهذا كله بسبب هذه هواجس الخوف التي تسيطر على العقل الجمعي عند علماء الشيعة وعند مراجع الشيعة. نحن في التاريخ حين نقرأ أيام الأئمة فإن النواصب كانوا يحذرون جدا من الدخول في نقاش مع الأئمة، وبعضهم يحذر البعض من أن يتورطوا في نقاش مع الأئمة، ولذلك النقاشات مع الأئمة قليلة جدا، أساسا هم الأئمة لا يميلون إلى الجدل والنقاش ولا يطلبون الجدل والنقاش إلا في الحالات التي يضطرون إليها، أن يفرض عليهم الجدل، أن يفرض عليهم النقاش. لكن من جملة الأسباب التي جعلت موارد النقاش والجدل قليلة، الآن إذا أردنا أن نتتبع سيرة الأئمة فإننا سنجد مساحة الجدال والنقاش مساحة ضيقة جدا مع المخالفين. لماذا؟ من أهم الأسباب المخالفون كانوا يفرون من النقاش مع الأئمة، بينما نحن في واقعنا الشيعي العملي القضية الآن النواصب هم الذين يتنمرون على الشيعة، دونك وسائل الإعلام، دونك مواقع الإنترنت، ودونك المكتبة العربية، من الذي يتنمر على من؟ النواصب هم الذين يتنمرون. أنا أتحدث في ساحة النقاش والبحث والجدال، مرد كثير من الأمور التي تطفو على سطح
واقع الثقافة الشيعية مرده إلى مثل هذه الهواجس؟ أكملوا إذا كان في بالكم شيء. يعني بس الموضوع يعني الكلمة وصلت يعني. بالنسبة للجزء الأخير من سؤالك، من أن الأعمال أو الطقوس أو العبادات التي نقوم فيها، بالمجمل إذا كانت موافقة لأحاديث العترة فإننا نقول بأنها تبرئ الذمة. أنت سألتني هل هي مقبولة؟ لا أحد يستطيع أن يخبرك بأن هذه الأعمال مقبولة، هذا أمر بيد الإمام فقط، لكن يمكنك أن تسألني هل هي صحيحة أو غير صحيحة. القبول شيء آخر، القبول يرتبط بنية الإنسان، بصفاء باطنه، بعمق ولايته وارتباطه بالإمام المعصوم. ربما يؤدي الإنسان صلاة ليست صحيحة وفقا للمقاييس الفتوائية لكنها مقبولة، وربما يؤدي الإنسان صلاة صحيحة وفقا للمقاييس الفتوائية لكنها تلف وتضرب في وجهه بعد أن يكمل صلاته. مقاييس القبول شيء آخر نحن لا نتحدث عنها، ذلك شأن غيبي من شؤونات الإمام لا يطلع عليه أحد، لا أنا ولا غيري. أنا يمكنني أن أخبرك وفقا للمقاييس المتوفرة بين يدي أن هذه الأعمال صحيحة أو غير صحيحة. فإذا ما سألتني فأقول بالجملة إذا كانت هذه الأعمال موافقة لأحاديث العترة فهي صحيحة، لأن أحاديث العترة الموجودة في الكتب، لا أتحدث عن المعصوم وهو يتحدث، أتحدث عن الأحاديث الموجودة في الكتب التي بين أيدينا. هذه أحاديث صدرت عن معصوم، لكن الذي نقلها إلينا ليس معصوما، والذي جمعها في الكتب ليس معصوما، والذي يحدثك بها الآن ليس معصوما، فيمكن أن يتطرق إليها الخلل. الحديث في أصله صدر عن المعصوم، لكن الذي نقله ليس معصوما، الذي شرحه وفهمه ليس معصوما، الذي جمعه وكتبه ليس معصوما. يمكن أن يتطرق إليها الخطل والنسيان والتصحيف والتحريف والاشتباه بقصد ومن دون قصد، لكن بالجملة من خلال المتابعة والبحث والتحقيق فإن أحاديث أهل البيت في كتبنا التي نعرفها وليست في كل الكتب. هناك من الفرق التي تملك الكثير من الكتب التي تنسب الحديث لأهل البيت، وما هي من كتبنا التي نعرفها؟ النصيرية مثلا وغير النصيرية، عندهم مجموعات كثيرة من الكتب مشحونة بحديث منقول عن النبي والعترة الطاهرة. نحن لا نقبل هذه الأحاديث ولا نقبل هذه الكتب، فحين أتحدث عن كتبنا المعروفة التي نعرفها التي جمعها رواة حديث وعلماء وفقهاء في الجو الشيعي الاثني عشري من الذين يعتقدون بإمامة الحجة بن الحسن العسكري، يعتقدون بعصمته وإمامته، يوالون أولياءه ويعادون أعداءه، من هؤلاء الفقهاء والعلماء والمحدثين ورواة الأخبار جمعوا لنا كتبا، هذه الكتب التي نعرفها الموجودة بين أيدينا والتي أنقل لكم دائما منها الأحاديث. الأحاديث التي في هذه الكتب الأصل فيها أنها صحيحة ونعتمد عليها اعتمادا كاملا، وما عندنا حل آخر إلا إذا قامت الأدلة على أن مثلا هذا الحديث أو ذاك الموضوع أو هذه القضية ليست صحيحة، هي مخالفة للقواعد وللأصول التي يريدها أئمتنا صلوات الله عليهم. وفقا لهذا المنظار فإن الصلوات، العبادات، الطقوس، الأعمال، المعاملات التي نقوم بها وفقا لهذا المنظار أقول هي صحيحة إن شاء الله تعالى.